السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي ألف ألف أف أم الموجة السعودية في برنامجكم. طبعا نرحب فيكم طبابة ألف الجزء الثاني المختص بالفقرة النفسية على STC 847700 موبايلي 640660 زين 7462622، وللاتصال المباشر الرقم حيكون 700574999. اليوم موضوع عن احتياجنا للدعم، ومعانا طبعا الدكتور عبد الله اليحيى مستشار أسري ومتخصص في تطوير الذات. نرحب فيك دكتوري. أهلا وسهلا، حياكم الله. تفضل. طبعا موضوعنا اليوم يعني باين من عنوانه أن احنا بنحتاج الدعم، فنبغى نعرفهم أول إيش هو احتياجنا للدعم. جميل. وبعد كده ندخل على الأسئلة إن شاء الله الخاصة بالموضوع نفسه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في مقولة مشهورة جدا، وراء كل رجل عظيم امرأة. للمقصود واضح أنه المرأة تمثل دعم كبير للرجل. هو حقيقة الكلام ما هو صحيح بهذه الصورة 100%. فرحنا في الأول ورجعنا لا، هو تفصيلي أكثر. وراء كل شخص عظيم شخص عظيم آخر. نعم. ليش المرأة بالذات؟ لأنه علاقتها بالرجل علاقة حميمية أكثر، يعني قريبة أكثر، ولذلك هي تستطيع أن توفر له دعم لا يوفره الآخرون. نعم. ولذلك ميزت المرأة. وفعلا يعني عادة الرجل العظيم إذا كان متزوج بامرأة عظيمة هي التي تصنع عظمته. احتياجنا للدعم احتياج كبير جدا منذ الطفولة. الطفل ما يستطيع يمشي، ما يستطيع يتكلم، ما يستطيع يتعلم الأمور الحياتية بدون دعم الوالدين، بدون دعم الآخرين اللي حوله. بالإضافة إلى صناعة الطفل ليكون بطلا في المستقبل أيضا يتم في الدعم. الدعم نحتاجه في كل مراحل حياتنا. نعم. في المقابل واضح أنه إذا رأيت إنسان منهزم نفسيا ويملك مقومات النجاح، نعم، فأعلم أنه وراءه شخص سبب له هذا الهدم. يعني وقد تكون المرأة. هذا يعني هذا موضوع يجبرنا على الدعم. الآن إحنا الآن يجبرنا على الدعم بطريقة ما، لكن بينقول لنا يعني الموضوع للسؤال الثاني اللي بيقول يعني حضرتك متخصص في العلاقات الإنسانية، مضبوط؟ نعم. طيب، في حاجة اسمها العصامية وهذه منتشرة كثير. إحنا الآن قلنا إنه إحنا نحتاج للدعم، وراء كل شخص عظيم آخر. نعم. متفقين، لكن في برضو ما يسمى العصامية. أي نعم. العصامية ليست، لا يوجد عصامي بمعنى كلمة عصام، يعني يقوم لوحده. الإنسان لا يقوم لوحده، يقوم بالآخرين. نعم. ولذلك من يدعي العصامية يقول أنا لوحدي بدون أي مؤثر آخر أو أي دعم من صورة أخرى، هذا بالغ في وصف نفسه. نحتاج إلى الدعم، ولو كان هناك أحد مستغني عن الدعم لاستغنى عنه أفضل الناس وأنجح الناس. طب هو ممكن يقول أنا داعم، عليه الصلاة والسلام ممكن يكون يقول أنا داعم نفسي. نحتاج دعم الآخرين. الآخرين. بس الدعم النفسي. أنا قلت إذا كان هناك من يستحق أن ينجح بدون دعم الآخرين لكان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تأملي معي في حياة الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. وفر الله عز وجل له دعم عظيم جدا. أول شيء زوجته خديجة. نعم. لو قرأت سيرتها وكيف وفر الدعم شيء لا يوصف. طيب. يعني الـ 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 الأثر اللي سوته أو اللي صنعته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أثر عظيم. نعم. تعالي شوف الصحابة، وفر له أن الله سبحانه وتعالى هيأ له نخبة من الصحابة، وعلى رأسهم أبو بكر رضوان الله عليه، رجل يقول ما دام محمد قاله فقد صدق. نعم. دعم بدون شروط، وهو أفضل وأعظم أنواع الدعم، غير مشروط. غير فعلا. مشروط. ولذلك ما في إنسان ما يحتاج الدعم، ما في. الله سبحانه وتعالى ما حكى لنا قصة موسى عليه السلام، وسنشد عضدك بأخيك. صحيح. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. في النجاح في الصعود نعم نحتاج إلى الدعم. هنا يعني قد يكون إنسان يقول مثلا أنا عصامي، أنا استطعت أن أصل إلى ما وصلت إليه لوحدي، أنا أستطيع أرد عليه بكل بساطة. ما وصلت إليه في أي مستوى تستطيع أن تصل إلى أضعاف هذا المستوى بالدعم، لو سمحت للآخرين أن يدعموك. طب هل هذا الشخص يعني اللي رافض الدعم نقول إنه بيسمي نفسه عصامي، هل ممكن أو الشرط يكون هو غير داعم لغيره؟ مو شرط، بس للمعلومية. هذا الذي يقول أنا أرفض دعم الآخرين، لو جلست مع جلسة مصارحة نعم. سيكتشف أنه قد استفاد من الآخرين بطريقة أخرى.
بطريقة ما. صحيح، على STC 84770 موبايلي 640660 زين 746262 اللي حاب يتوجه للدكتور عبد الله اليحيى بأي سؤال، وعلى طبعا الاتصال مباشر على الأرقام على الرقم 7005799. طيب دكتور، كمدرب ومستشار يعني من خلال اللي بتوفره من دعم لعملائك ومستفيديك، يعني إيش نوع الدعم اللي تعتقد إنه الشخص يمكن يحتاجه؟ طيب الدعم، هناك أنواع كثيرة من الدعم. في الدعم عند المصيبة وقت المصيبة، طبعا الدعم عند النفسي عند المصيبة من أنواع الدعم المهمة اللي هو ينقسم إلى الدعم النفسي الفوري والدعم النفسي اللاحق إلى آخر. هناك الدعم لصناعة النجاح، هناك الدعم الاجتماعي والدعم المالي. خلينا نركز على دعم النجاح لأنه هو اللي يهمنا وهو اللي أنا أتمنى أنه بيئتنا كمجتمع سعودي أو كمجتمع يعيش في بيئة عربية نتمنى أننا نهتم بهذا النوع من أنواع الدعم. نريد أن نصنع تفاؤل، نريد أن ندعم لننجح. نعم. لأنه الصورة اللي موجودة مجرد تقولين دعم على طول الصورة الذهنية اللي تتشكل، ناس يبكون نحتاج نخليهم يفرحون، صحيح، ناس معاقين نحتاج نخليهم يحسون بالحياة، شخص يعني بائس أو يائس أو محتاج، صحيح. هذا صورة محدودة من الدعم للمعلومية. هذا الإنسان المقعد أو المصاب أستطيع أن أصل به إلى النجاح بما يفوق التصور إذا أنا نظرت بتفاؤل لناحية الدعم. نعم. ولو لاحظنا يعني كثير من الناجحين، هناك ناجحين كثير منهم مصابون بمشكلات مزمنة، منهم توحد، مصاب بتوحد ونجح. ليه؟ مستحيل يكون لوحده، هناك بيئة توفرت له صنعت له نوع من الدعم. هناك معاقين جسديين ومع ذلك صنعوا تغيير في العالم. وهذا كله بسبب الدعم. يعني الدعم ضرورة واحتياج، إحنا اللي بنحتاج الدعم قبل ما نقول على إنه الشخص المدعوم هو اللي محتاج. نعم. يعني إحنا قبله. طيب في ناس كثير طبعا، وهذا أكثر شيء منتشر للأسف، البيئة المحبطة، يعني كثير بيتعرضوا للإحباط، ما أعرف هو بسبب هم شايفين يعني في وجهة نظر أو غيره، يعني إيش السبب لده الشيء وكيف أقدر أوفر بيئة فيها دعم وأنا في وسط بيئة محبطة؟ ممتاز، سؤال جيد ودائما ينتشر. وللمعلومية يعني أكثر معاناة شبابنا من هذه الناحية، يقول أنا ما حد يفهمني، أنا ما حد قاعد يقدرني، صحيح، ولا يقدر مواهبي إلى آخر. خليني أقلب السؤال علشان نقدر يعني نفهم اللغة اللي أريد أتكلم بها. نعم. هل وفرت أنت الدعم للآخرين؟ صحيح، مو هذا اللي كان. هذه الإجابة. الحل السحري نعم. لأن تجد ناس يدعموك هو أن تدعمهم، لأنه طبيعي لكل فعل ردة فعل مساوية له في القوة. نعم. كل ما أعطيت الناس يعطونك. وثق تماما أنه حتى أعدائك، حتى اللي يريدون إسقاطك، لو وجدوا منك الدعم لهم على الأقل إن لم يتوقفوا عن إسقاطك سيكونون داعمين لك بإذن الله. وهذه من تجربة حقيقية. كيف أوفر البيئة هذه بدون يعني خلاص انتهينا من مرحلة أنه أنا دعمتهم لكن برضو ما زالت هي بيئة محبطة؟ بيئة. طيب جميل جميل. نعم. عندنا يا أخواني التغيير يعتمد على ميكانيكيتين أو آليتين، آلية فكرية وآلية عملية. جميل. لما أجي أوفر الدعم أنا قاعد أسوي دعم للآخرين، أنا قاعد أقوم بجانب عملي، لكن لازم يكون له دعم فكري. ما هو الدعم الفكري؟ التفاؤل، النظر بالإيجابية للأمور، عدم انتظار النتائج. ما أجي أدعم الناس بشرط علشان يدعموني، إذن هنا راح يكون دعمك ناقص. صحيح. لا، أنت تدعم الناس لحبك لهم، تدعم الناس لأنك تتمنى أنهم يكونون أحسن، يكونون أفضل. أعطي الناس بدون مقابل وانتظر بعد كذا إيش اللي يصير لك في تغيير في نفسك داخليا وفي حياتك ككل. طب أنا إيش حيكون موقفي أنا لو انطلب مني الدعم في شيء أنا ماني مؤمنة فيه؟ قد أحتاج أني أناقش، وأحيانا قد أحتاج أني يعني أفكر فيه مرة أخرى وثالثة، لكن للمعلومية بالذات الأفكار الإبداعية أكثر الناس لا يقتنعون فيها. فإذا أنا جيت لشخص مبدع وقلت له فكرتك غير صحيحة وأنا ما أدعمك فيها، صحيح، طيب قد تكون صحيحة ويوم من الأيام تكون على وجه الأرض وشيء واقعي. طبعا. ولذلك أنا أقول الأفضل بدل ما أقول له فكرتك ترى سيئة أو فيها أخطاء، أقول أنا مؤمن بأنك تستطيع أن تصل إلى تحسين لهذه الفكرة.
أضعف ويعني أبسط الأنواع أقلها. طيب من لاحظي أنه في كثير يعني الفكر الغربي ترى بشكل كبير في جزء يعني صورة كبيرة للأسف ما هي موجودة صحيح. عندنا يعني صحيح. كثير منهم يقول ولد I know you can do it. أنا أعرف أنك تقدر تسويها. قد ما تغلط ما يقول لك أنت ما عمرك حتعرف. صحيح. لا يقول أنا عارف أنك حتعيدها وحتسويها أحسن. صحيح. هذا دعم. للمعلومية أكثر الدعم الذي نحتاجه هو دعم ألفاظ دعم كلام ولذلك يعني نحن بخلاء نبخل بكلمة. نعم. طب إحنا كنا بنتكلم تحت الهواء على شيء جدا رائع على أروع الداعمين. أي نعم أروع الداعمين. لو سألتي أي أحد من أقوى وأفضل من يدعمك في الغالب بيقول أمي. صحيح إحنا اتفقنا على طبعا صحيح. ليش الأم تعتبر أقوى الداعمين؟ الله يرضى عن الوالدة يعني أمهاتنا وأبائنا. آمين يا رب آمين. ليش الأم أقوى الداعمين؟ ببساطة لأنها تدعم بدون شروط. يعني شرط الداعم أقوى الداعمين. الدعم المثالي شرطه هو اللي يدعمك لأنه يؤمن بك. نعم. مو يدعمك لأنك في مصلحة بينك وبينه أو لأنه حيستفيد في الأخير منك أو كذا أو كذا. لا لأنه يحبك ويؤمن بك ويتمنى أنك تكون بكرة أحسن من اليوم وأفضل منه هو شخصيا. وأفضل يعني منه هو شخصيا. أنا ضربت مثال للنبي صلى الله عليه وسلم أقوى الداعمين اللي دعموه شخصين خديجة رضوان الله عليها وأبو بكر. صحيح. والاثنين ذول تميزوا بهذه الميزة أنه دعم غير مشروط. أنا أدعمه إذا كان يتوافق مع أفكاري. أنا أدعمه إذا اقتنعت بأفكاره. إذا لا نعم. أبو بكر يقول إذا قالها صدق انتهينا. هذه يعني واحدة كمان من طرق الإيمان بكلام الشخص اللي قدامك من غير هذا كمان أنا كمان نعم. مدعوم طبعا غير أنا ما غير شارط. أنا لا أقصد التجاوز في هذا طبعا هذا ما مفروغ منه لكن أنا أتكلم هنا عن الدعم وليس عن محتوى أو أفكار المدعوم. صحيح ما هو يعني إذا الدعم غير مشروط فالداعم غير يعني شارط والمدعوم غير طالب يعني لأي شيء يعني يعني حاجة كده نظيفة غير أرقى من طريقة تفكير المصالح والحاجات هذه كلها. صحيح صحيح. مستمعينا STC 847700 موبايلي 640660 وزين 746622 وللاتصال على الأرقام المباشرة 700-574-99 لنعود بعد الفاصل مع الدكتور عبد الله اليحيى المستشار والأسري والمتخصص في تطوير الذات يعطيكم العافية. عودة لكم مستمعينا مستمعي طبابة ألف. طبعا ما زال معنا الدكتور عبد الله اليحيى مستشار أسري ومتخصص في تطوير الذات وأفكركم برضو بأرقام التواصل للأسماس STC 847700 موبايلي 640660 وزين 746262 وللاتصال المباشر على 700-574-99 يعطيك العافية دكتور. أهلا وسهلا. طيب دكتوري احنا كنا بنتكلم على يعني على موضوع الدعم والبيئة المحبطة وصلنا لمرحلة انه احنا نخلق بيئة فيها الدعم. نعم. طيب انا شفت يعني انه احنا المفروض ندي طرق اكثر لخلق هذه البيئة. انا دعمت وبرضو ما لقيت الدعم اللي انا احتاجه. انا دعمت وما لقيت الدعم اللي احتاجه. نعم. للمعلومية الدعم الاخرين يصنع نوع من الايجابية المرتدة على الانسان. نعم. رؤيتك لنجاح الآخرين بسببك بحد ذاتها تعتبر دعم مردود يعني نعم. بحد ذاتها تعتبر دعم لك. فلان نجح بسبب أنا هذا طالب كان عندي ونجح. صحيح. وصار رائع هذا كذا هذا كذا. فدعم الآخرين عموما هو بحد ذاته هو دعم للذات. ولذلك في كل الأحوال ما دمت تدعم الآخرين ستجد الإيجابية. أهم نعم. حاجة أنه يكون زي ما قلنا البناء الفكري الموجود عندك ما هو بناء سلبي بناء إيجابي أنه نظرة محبة للآخرين تتمنى الخير للآخرين غير مشروط لا تنتظر أنك تدعمهم تنتظر أنهم يردون عليك ويعيدون لك هذا الدعم إلى آخره. وأنا أقول من كل الحالات اللي مرت علي وكل التجارب اللي مرت علي لا يوجد من دعم الآخرين ولم يتحصل على دعم يحتاجه. طب إحنا لو قلنا بنسبة رقمية رقم في المية نسبة احتياج الشخص للدعم
في إنجاح مشروع العمر أو المشروع الخاص فيه أو المرحلة اللي هو داخل عليها حتى لو كانت تخصص جامعي؟ 100%. 100% لازم نحتاج الدعم، طبيعي لازم نحتاج، لازم أجد من يؤمن بي. شوف يعني الإنسان كيف يعرف قدراته؟ كيف نعم. يعرف أنه يستطيع يفعل هذا؟ كيف يعرف أنه يقدر يسويها؟ في الغالب وجود شخص يقول له أنا فعلا أعرف أنك تقدر، هذا يدعمه بشكل كبير جدا. أنا أقدر أصور الداعم كمثل المرأة، في أنواع من المرايا، في مرايا زي مرايا الملاهي هذه تجعلك أقصر قامة، صح ولا لا؟ صحيح، صغير كذا ودبدوب ومدري وكذا، يعني تصورك بصورة مشوهة غير صحيحة لك عن واقع نفسك. هذا حال كثير من الناس اللي ينتقصك ويقول أنت ما حتقدر، ما حتسوي، أنت ما أنت قدها. هذه صورة المرأة له. صحيح. الصورة النموذجية للداعم هي صورة المرأة اللي ترى فيها نفسك بصورة جميلة وحقيقية على بجمالك. طيب دكتور، معنا اتصال من عبد الله من الشرقية، نقول ألو. هلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير. يا هلا، تفضل. ممكن أنت أكلم الدكتور؟ معك الدكتور، تفضل. دكتور عبد الله، مساء الخير. أهلا وسهلا، حياك الله. كيف الحال؟ الله يحييك. بغيت أستفسر أو أسأل دكتور عن الملل الزوجي. الملل. أنا صار لي تقريبا 4 سنوات وسمن على عسل أنا والزوجة، ولكن في أوقات أحس في ملل بيني وبين الزوجة. جميل، طيب نجيب إن شاء الله عليه. وفي السؤال الثاني ولا يهينك، بالنسبة للدعم. الدعم على ما أظن معدوم، في شبه معدوم في المملكة. يعني إذا كان الشاب عنده طموح ولا عنده يعني اختراعات ولا شيء، ما في أحد يدعمه. نعم. طيب عندك أي سؤال ثاني عبد الله؟ لا شكرا شكرا، يعطيك العافية. تفضل اسمع إجابة الدكتور. طيب بالنسبة للملل الزوجي، هذا موضوع ثاني، يعني وإن كان موضوع كبير حقيقة يحتاج إلى يعني نقدمه في استشارات في دورات لمدة أيام، لكن باختصار وبإجابة سريعة، كثير من الأزواج يعتمد على 4 سنوات الأولى و5 سنوات الأولى في بناء حياة زوجية رائعة لمدة 20 سنة. لازم يتنبه هنا لمسألة مهمة جدا، وهي فتح رصيد وتعبئة هذا الرصيد. نعم. كثير مننا ما ينتبه لتعبئة الرصيد، أقصد الرصيد النفسي العاطفي بين الزوجين، ولذلك تمر 4 سنوات حلوة، طبيعي أول 4 سنوات حتكون حلوة. صحيح. في الغالب، لكن بعد كذا تبدأ المشكلات تدخل في حياة الزوجين. إذا ما عندهم رصيد من البداية، رصيد إيجابي، رصيد جميل قد بنوه، أو ما بدأوا يبنونه من ذا الوقت، فحيواجهون مشكلة أنه تبدأ المشاكل ما لها حلول. ليه؟ لأنه ما في رصيد نفسي، رصيد عاطفي بين الاثنين. الرصيد هذا كيف أبنيه؟ بالكلمة الحلوة، بالهدية الحلوة، بالتعامل الجيد، بمحاولة استحضار التصرفات الإيجابية من كل ما بين الطرفين. نعم، زي ما سمعت الدكتور، طبعا هو بس قال كلمة الدعم اليأس كله في صوته. أي واضح، اليأس كله في صوته. هذا بس قال يعني كلمة الدعم. أنا أقول هي ملاحظة، ولذلك أنا عندي دورة خاصة واحدة اسمها صناعة التفاؤل. نعم. أنا لاحظت ومن استبيانات كثير سويتها أنه يوجد عندنا مسحة تشاؤم بشكل كبير في مجتمعنا للأسف الشديد. هناك نوعين من الدعم، الدعم الاجتماعي أو الدعم المجتمع. نعم. وهناك الدعم الفردي، احنا حديثنا اليوم عن الدعم الفردي. الدعم الاجتماعي موضوع آخر، دعم المجتمع موضوع آخر، ولو آليات ولو نقاش ولو الناس المتخصصين فيه. أنا هنا أقصد حتى لو المجتمع ما دعمك، نعم، حتى لو اللي حولك ما دعموك، أنت أصنع من يدعمك. كيف أصنعهم؟ ابحث عن المحبين لك. صحيح. ابحث عن القريبين منك، وحتى لو كانوا ما يوفروا لك بيئة دعم، أنت أصنع فيهم داعمين بأنك أول شيء تقول أنا إيش قدمت لهم من الدعم. ممتاز. طيب نأخذ كمان اتصال دكتور. تفضل. محمد العيسى معنا من جدة. ألو. أحمد العيسى. أحمد العيسى، ماشي، سامحنا، يا هلا فيك. لو سمحت ممكن أكلم الدكتور بس. تفضل يا أخي. أي دكتور حبيبي، الله يسعدك. شو اسمه، من ناحية الدعم والطموح، أنا الحمد لله والله صراحة يعني أحس إنه عندي قدرات إني أنا ممكن إني أنا أسوي مشاريع، ويعني عندي قدرة إن أنا طموح إن أنا أقدر أسوي شيء.
من ناحية مشروع، يعني أنا يمكن عندي مشروعين كانت صغيرة كلها في شركتها بسبب الدعم، والآن عندي مشروع تمام، لكن للأسف المشروع اللي عندي دحين يعني مشروع ممكن تقريبا يعني على مستوى كبير كذا، وهي كانت فكرة نابعة من عندي. نعم. بس لازم توجهت يعني لعدة منشآت أو مؤسسات حكومية بس ما حصلت الدعم اللي دعمني إن أنا أقدر أواصل فكرتي أو مشروعي ده. نعم طيب. وهذا يعني يمكن من سبب لي دحين درجة يعني سبب لي زي ما تقول إحباط، مع أني أنا اللي قاعد أدعم نفسي بنفسي يعني إنه أنا أقدر، أنا أقدر أسوي كذا، أنا أقدر ممكن يكون الوضع أحسن من كذا. طيب بس للأسف هذه الأشياء اللي أنت اللي تقول مشاريع والأشياء هذه، هل عرضتها على أحد من القريبين منك، من اللي يحبونك؟ كيف حبيبي معلش؟ الأشياء اللي أنت قلت أنك ممتاز فيها وعندك قدرات فيها، هل عرضتها على أحد من القريبين منك؟ بالضبط عرضتها والله، بس للأسف يعني ما في دعم، أو الأقل ما فيها اللي يقدر يدعم، بس ممكن يدعمني بس مو قادر، يعني لأنه ما فيها زي ما تقول ما عنده القدرة أنه هو يدعمني بالشكل اللي أنا على الأقل مستوى أني أقدر بس أوقف يعني. واضح واضح، إن شاء الله تجد الإجابة إن شاء الله. الله يحييك، أهلا وسهلا. شكرا شكرا أخي. طيب أجاوب عليه ولا في اتصال؟ طيب تفضل دكتور. طيب بالنسبة للكثير من شبابنا يقولون عندنا قدرات نستطيع أن نفعل، لكن نواجه معوقات، أولها معوقات المنزلية. نعم. أحيانا الأب ما هو مقتنع بالتخصص صحيح. اللي أنا أبغاه إلى آخره، معوقات المجتمع، دورت أحد يدعمني ما لقيت. أنا أقول كل هذا أضعه في جانب فقدان الدعم النفسي، لأنه في حاجة مهمة لازم نعرفها يا أخواني. أول حاجة، كل إنسان يملك المصادر أو يستطيع الحصول عليها. كل إنسان على وجه الأرض إما يملك المصادر أو يستطيع الحصول عليها، أقصد المصادر المالية المعلوماتية كلها. نعم. يستطيع الحصول عليها، الموضوع موضوع قدرة نفسية على تجاوز الأزمات، لأنه يا أخي الكريم إذا أنت تعاني، طيب أنا أعاني نفس الشيء، أنا عبد الله اليحيى عندي أشياء جميلة وعظيمة وأتمنى أني أسويها وأواجه مشكلات في الدعم وتحقيقها والأشياء. نعم. هذه كلنا نعاني من المشكلات، طيب ليه هذا نجح وهذا ما نجح؟ صحيح. هل لأنه هذا لقي الدعم؟ طيب كيف لقي الدعم؟ لأنه هو ذاته هو بناء التكوين النفسي، بناء يستطيع به تجاوز العقبات. إذا أنا أقول اترك دعم الآخرين واهتم ببناء الفكر الإيجابي اللي عندك. نعم. حاول تبحث عمن يحبك ويدعمك، هذا شيء مهم. ثانيا، ابني أفكار إيجابية ورائعة عن نفسك وعن المجتمع وعن المستقبل. نعم. بناء عليه ستجد أن الطريق بدأ يتمهد، الصعوبات اللي كانت جدار أصبحت مجرد عائق بإذن الله عز وجل. تقدر يعني يقدر يتخطاها بسهولة. وللمعلومية في حاجة يسمونها دعم الفريق. نعم. اللي هو عمل الفريق، هذا صورة من صور الدعم، صورة رائعة مختفية بشكل كبير عن مجتمعنا، اللي هو يسمونه collective brain، الذهن الجمعي. الاثنين أحسن من الواحد، العشرة أحسن من الخمسة. نعم. كل ما قدرنا أننا نحول مشاريعنا بدل ما تكون فردية مشاريع جماعية، يعني أنا واثنين معايا كلنا في عندنا نفس الفكر نفس المشروع. صحيح. سنتجه بقوة، بقوتنا مع بعض مساندتنا ودعمنا البعض، سنتجه لتحقيق هذا النجاح. في يعني إذا في فرصة، النموذج الياباني يؤكد هذه النقطة. نعم. نموذج يمكن يعني مرة رائع. طيب نتوقف عند النموذج هذا الياباني وحنرجع طبعا للموضوع بعد الفاصل اللي حنطلعه الآن. STC 8477-00، موبايلي 640660، وزين 746-2-62 وللاتصال مباشرة والتحدث مع الدكتور عبدالله اليحيى المستشار الأسري والمتخصص في تطوير الذات، حيكون على الرقم 700-574-99. نطلع فاصلنا ونرجع على طول، خليكم معنا في طبابة ألف. طول المشوار واسمعنا على ألف ألف أف أم. عودة
عودة لمستمعي ألف ألف أف أم الموجة السعودية، برنامج طبابة ألف الجزء الثاني الخاص بالفقرة النفسية. طبعا ضيفنا اليوم الدكتور عبدالله اليحيى. كيف حالك يا دكتور؟ أهلا وسهلا، يعطيك ألف عافية. قبل ما نطلع الفاصل كنا نتكلم في موضوع، لكن أذكر أولا بأرقام التواصل STC 84 7700، موبايلي 640 660، زين 7462 62، وللاتصال المباشر حيكون على الرقم 7005749. كنا بنتكلم قبل ما نطلع الفاصل عن النموذج الياباني. أي نعم، في النموذج الياباني يقول اليابانيون ياباني واحد إذا تواجه أو تقابل مع غير ياباني واحد فالمؤكد أنه الياباني سيهزم. إذا تقابل اثنين يابانيين مع اثنين غير يابانيين فاحتمال انتصار الياباني ممكن لا، لكن إذا تقابل ثلاثة يابانيين فأكثر مع ثلاثة غير يابانيين اليابانيين سينتصرون لا محالة. هذا الفكر عندهم فكر يعزز وبقوة العمل أو التيمورك أو العمل كفريق. لا نسمح بالمشاريع الفردية، لا نسمح بالنجاح الفردي. وهذا يعني حتى في نظريات مبنية على النجاح الجماعي أو النجاح الجمعي، يعني ليس هذا وقت طرحه، لكن في العموم العمل كفريق يعطي نجاح أقوى، نجاح أكثر، ودعم اللي نحتاجه بالذات الدعم النفسي حيكون أكثر، لأنه هم يعني يتهيألي هم بيدعموا بعض. نعم، يعني نعم. هذا الأساس أنهم كلهم محتاجين للدعم. إذا عندك مشروع أو عندك شيء تبغى تنجح فيه أشرك معك من تثق فيهم وتحبهم وتجد أنه في انسجام بينك وبينهم. وفروا لبعضكم الدعم وستجدونه إن شاء الله. يحتاج الشخص كم شخص داعم في حياته، يعني في تنفيذ خطة واحدة؟ هل زيادة عدد الداعمين بتزيد قوة الدعم ونسبة النجاح أكثر، ولا هي واحدة بما أنه الدعم موجود؟ ليس لها مقياس معين. يعني أنا أقول لك في ناس نجحوا بكلمة واحدة، حياته كلها انقلبت فوق تحت وصارت للأعلى للأفضل بسبب أنه هذه الكلمة أثرت فيه، وهناك من احتاج لما هو أكثر من ذلك. لكن عموما نحن نحتاج إلى الدعم العام اللي هو ثقة الآخرين فينا، إيمانهم بنا، اقتناعهم بفكرتنا، ونحتاج إلى دعم خاص اللي هو ناس يفهمون ما نعمل، يفهمون ما نقوم به، ويحاولون يوفروا لنا التسهيلات والنصائح التي نحتاجها في هذا المجال. وهذا دور يعني المستشار النفسي، الكوتش وغيره، كل هذول يوفرون بيئة دعم، وتعتبر بيئة دعم تخصصية لحد كبير. الأم مثلا توفر دعم عام، الأم ما تدري أنا أشتغل مهندس، لكن هي تقول إيش تقول ببساطة، يا ولدي أنا عارفة أنك حتتخذ قرار صح. نعم، هذه الكلمة بحد ذاتها ما هي بسيطة، كبيرة جدا، وتوفر دعم عالي جدا. هذا دعم عام لكن نحتاجه. أيضا أحتاج أنا كمهندس مثلا، أحتاج اللي يقول لي أنا أعرف أنه قرارك هنا كان رائع، وأتوقع أنه مشروعك هذا الهندسي اللي بتسويه حيكون ممتاز لأنه واضح أنه أساسياته صحيح. نعم، هذا أحتاجه أيضا. طب إحنا كنا بنتكلم على الدعم بصفة شخصية، هل الإنسان يحتاج دعم في كل مكان على حدة، يعني في المنزل وقرارات البيت هذا دعم غير، وفي العمل وقرارات العمل دعم غير، ولا الشخص الداعم هذا ممكن يكون هو الخلص الشخص الداعم بالنسبة لي أنا كشخص بالتالي في كل القرارات؟ طيب جميل. نحن حياتنا متنوعة، في الحياة العملية، في الحياة الصداقة، في الأخوان، حياتي مع زوجتي في البيت، حياتي مع أولادي، هذه مجموعة حيوات يعني تشكل حياة واحدة. نعم، لشخص واحد. أحتاج إلى الدعم العام فيها كلها؟ نعم. أحتاج إلى دعم تفصيلي في كل واحدة منها؟ نعم. أحتاج لهذا. أحيانا أحتاج أني أدفع علشان أحصل على دعم، يعني مثلا المدرب للفريق مثلا، أنا أبغى أنزل وزني مثلا، إيش اللي أسوي؟ أروح لشخص متخصص في التغذية، في تخسيس الوزن. إيش اللي يوفره لي؟ اللي يوفره لي نوع من الدعم، وهو متخصص في هذا الجانب.
وأنا أدفع له فلوس عشان يقول لي أنت ممتاز خلصت نقصت 5 كيلو اليوم أو يعني الأسبوع هذا الأسبوع الجاي أتوقع تسوي كذا. الكوتش اللي تلاحظين في التدريب في المباريات في كذا دوره في دعم الفريق نفسيا أكبر من دوره في دعم المهارات حق الفريق. جميل. فهذا دعم. طيب علاقة الدعم بالتشجيع هل هم نفس الشيء ولا مختلفين؟ يعني إذا كان هو حينزل 5 كيلو هو متأمل في 10 كيلو أكيد. يعني أكيد عنده خطة ثانية وإضافية. طيب العلاقة بين الدعم والتشجيع. ممتاز. التشجيع صورة من صور الدعم وليس كل الدعم. الدعم ليس كله تشجيع، مو كله كلام. أحيانا فعلا أوقف معاك أبغى أشتغل معاك، وكثير من الأحيان يعني تجدين أحيانا يعني بعض الأسماء البارزة اللي نعرفها سواء إعلاميا أو اجتماعيا أو حتى دينيا نجد فريق كامل واقف معاه وأحيانا بدون مقابل. صحيح. بمجرد إيماني بك، يعني أنا مقتنع بفكرتك وأنا أوقف معاك لأجل هذه الفكرة. هذا يعني ما هو تشجيع، هذا تجاوز التشجيع. صحيح. إلى المشاركة العملية. تجاوز التشجيع إلى المشاركة العملية. نعم. هل الدعم في المراحل الأولى في التشجيع أم في التجاوز هذا وصولها لل يعني أني أدخل معاه في مشروعه هذا ممكن ونجاحه فيها كلها. الدعم معنى واسع، معنى جميل واسع. ولذلك نبغى نخرج من الصورة النمطية أخواني، أنا أكد على هذا، نخرج من الصورة النمطية اللي هي دعم المعاقين، دعم الضعفاء، المساكين اللي يبكون. نريد أن ننقل هذه الصورة النمطية إلى صورة أجمل وأعلى، أننا نصنع نجاح لهؤلاء المعاقين وللسليمين أيضا. نجاح مجتمعي، بعضنا يدعم بعض في صناعة نجاحات فردية. هل الدعم يعني شيء عند الطلب يعتبر يعني أنا أروح أطلبه؟ أنا أحتاج الدعم. أحتاج أطلبه. نعم. يعني ممكن يطلب ما فيه شيء. قلت ممكن أحيانا أحتاج أني أدفع فلوس لأجل أنه أجد من يدعمني. لا أنا هذا أوكي، هذه يعني نظرية ثانية، لكن أنا أتكلم الآن أني أنا أروح أقول للشخص أنا أحتاج دعمك، هل هي يعني تتقال بدي الطريقة؟ لأنه في ناس ممكن ما تميز أنه أنا هذا الشخص بيدعمني، أنا شوف خلاص هو موجود دائما عشان يقول لي صح اللي بتسويه صح. ممتاز. انتقاء الداعم مهم جدا، لأنه في فرق بين الدعم والاستشارة. جميل. طبعا أنا أتكلم عن مرحلة التنفيذ. في مرحلة ما قبل التنفيذ أي مشروع يمر على الإنسان، أي شيء يفكر فيه أنه يسويه، في مرحلة قبله اللي هي التخطيط، التفكير، الاختيارات ككل، هذا يحتاج إلى استشارات كثيرة فيه. صحيح. لما أتخذ القرار بالتقدم في هذا العمل أني أسويه وأنجزه، أحتاج إلى الداعمين أكثر من المستشارين، أكثر من اللي يقول لي ترى أنت اللي سويته غلط أو اللي سويته وليتك ما سويته. البليمينج، اللوم من أعداء الدعم. ولذلك أحتاج الدعم بشكل كبير في هذه المرحلة. نعم. مرحلة التنفيذ، لأنه معظم المشاريع اللي تسقط بسبب التردد. نعم. والتردد يأتي بسبب الإحباطات أو أحيانا الناصحين اللي يقول لك يا شيخ لو أنك ما سويت كذا كان المفروض ما سويت كذا. نعم. حتى هذه نصيحة وجهها حقيقة لأخواني، حاولوا تقللوا من العتاب أو من اللوم. نعم. يعني مثلا حصل خطأ، ولدك وقع في خطأ. نعم. بدل ما أضيع الوقت ليتك سويت والمفروض ما سويت وكذا، بكل بساطة أسأله طيب الآن قد صار، إيش خطتك للخروج من المشكلة؟ من المشكلة. صحيح. وهذا الصح. صحيح. يعني إحنا نقدر نقول إنه الدعم ما يحتاج متخصص غير الاستشارة اللي تحتاج. لا أحيانا هو يحتاج محب أكثر من أي شخص آخر. يعني ما هو شخص يكون في المجال اللي هو محتاج الدعم فيه. نحتاج لهذا وهذا. هذا نحتاج للاثنين كلهم. يعني الدعم قمة الاحتياج بالنسبة لكل شخص. نعم نعم. الله سبحانه وتعالى خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اصبر نفسك معهم، يعني يلزم نفسك بأنك تكون في ضمن هذا الفريق. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يعني ارغم نفسك أن تكون ضمن فريق، ضمن مجموعة يصنعون الصح والصواب، واصبر نفسك معهم. ليه؟ توفر بيئة دعم.
صحيح صحيح. مستمعين على STC 847700 موبايلي 640660 وزين 746262 تقدروا تسألوا أي سؤال أو تشاركونا في موضوع اليوم بالنسبة لاحتياجنا للدعم. وللاتصال حيكون على الرقم 700-57-499 للاتصال والحديث مباشرة مع الدكتور عبدالله اليحيى المستشار الأسري والمتخصص في تطوير الذات. يعطيك العافية دكتور. الله. طبعا موضوع الدعم يعني هو بحر، لكن احنا كنا بنقول السؤال اللي كان التالي لك، انا ابغى اعرف هل الدعم لازم يكون كلمات او ممكن يتشكل بصورة موقف ما يتقال فيه حتى انه في دعم، بس عشان نكون شاكرين للاشخاص اللي اوقات بيوقفوا جنبنا. نعم. وما بيقول ان هم بيدعموا بالصورة اللي هي الـ 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 الواضحة للدعم. جميل. الدعم قد يكون أحيانا كما ذكرت بكلمة واحدة. نعم. قد يكون بأفعال وتصرفات. تصرفات. قد يكون أحيانا بموقف واحد، قد أحيانا نحتاج إلى جلسات دعم. بالذات إذا كان عندنا مشكلة نفسية معينة. نعم. كثير من المشكلات النفسية لأنها تبنى على مدى طويل، ولذلك يتم علاجها على مدى جلسات طويلة. جميل. لا نظن أنه الدعم بمجرد أنه يكلمني كلمة خلاص أنا صرت مدعوم. أحيانا يحتاج الدعم إلى وقت وجلسات وغير. صحيح. نأخذ اتصال دكتور. فضل. معنا الأخت نورة من مكة. السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يمكن أشارك؟ أهلا طبعا. الصراحة بالنسبة لموضوع الصراحة هذا حلو الصراحة، وأشكركم على كل اللي تقدمونه. العفو حبيبتي. تفضل. يا هلا فيك. نعم. تفضلي تفضلي بسؤالك. ما أسمعك. نعم. يعني نشكرك على كلماتك الرائعة، لكن قولي لنا فين السؤال، حابة تكلم الدكتور؟ نعم. تفضلي. ما عارفة صوتي قطع الصراحة. الاتصال واضح انه طيب. جميل. انا طيب. ابغى اشير لنقطة يعني اشوف انها مرة مهمة اذا ما في اتصال. نعم. المساندة النفسية تعتبر مصدر من مصادر الأمن النفسي. نعم. مهم جدا أننا بالذات في المراحل العمرية الأولى من الإنسان، أطفالنا أولادنا إلين ما يشبون ويبنون حياتهم بنفسهم. نعم. يحتاجون إلى دعم الوالدين. هذا دعم الوالدين ترى من أنواع الدعم غير المشروط، لكن أحيانا نخطئ في يعني إعطاء الدعم للآخرين. نعم. الآباء لازم يملكون ثقافة الدعم لأبنائهم بحيث أنه يصنع منه ناجح، يصنع منه مستقبل رائع. يعني أنا أذكر مثال سريع إذا يعني يسعفني الوقت. اتفضل. معنا معاوية بن أبي سفيان مثلا، لما كان صغير كان طفل كان يلعب مع أصدقائه، فكانت أمه تتأمله، ومر أحد أقاربه فرأى أنه معاوية يرتب الأطفال ويوزعهم وينظم اللعب، فقال لأمه ابنك هذا سيسود قومه. ايش قالت الأم؟ لا. قالت ثكلته إن لم يسد الدنيا. إن لم يسد الدنيا. هو فعلا. طيب. هو ساد الدنيا. صحيح. تطلع الأب أو الأم نحو أبنائهم تطلع رائع يصنع دعم غير مشروط جميل وإيجابي. خلونا يا أباءنا الأفاضل وأمهاتنا الأفاضل نتجاوز نقطة اللوم للابن. صحيح. لما كثرة اللوم له إلى نقطة العلاج. مثلا أصار من الطفل أنه كسر حاجة، خرب حاجة مثلا، غير شيء. طيب انتهى الموضوع صار. فأهم شيء عندي أني ألومه وأعاقبه ولا أنه يتصلح وأنه يتعلم من هذا الخطأ؟ طيب هل ممكن يتعلم بإني أحتقره أو أنقصه وأقول أنت غبي أو عمرك ما لسه تنفع؟ لسه معانا على فكرة، معلش عفوا المقاطعة، بس معانا هل تحبيط المعنويات يحفز الشخص على بذل مزيد من الجهد ويصبح دعم عكسي؟ معانا نفس الموضوع. سؤال جدا 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 رائع. هذا دعم عكسي في حالة واحدة، في شرط. نعم. أن أملك أنا التفكير الإيجابي اللي يستطيع تحويل هجوم الآخرين إلى دعم. إلى دعم. طبعا إذا كنت ما أملك هذا الفكر الإيجابي. نعم. فسيامهم ستنفذ إلى القلب مباشرة. نعم. لكن إذا أنا أملك تفكير إيجابي فسأنظر إلى ما يقوله الآخرون
وما يفعله آخرون في محاولة إسقاطي إلى نقاط ارتفاع وقوة. يعني تحويل الـ لا شك. يعني حتى هذه الأشياء أستطيع أن أقلبها إلى دعم. نعم. صحيح. معنا كمان مشاركة بتقول مساء الخير، أول شيء أشكركم على البرنامج واستضافة النخبة المميزة أمثال الدكتور عبد الله. طبعا الدعم لا يأتي جزافا، بل هو صناعة ثقافة في المجتمع. متى ما وجدت لدى المجتمع والفرد أصبحت الدوافع للطموح والنجاح متوفرة وأصبح تحقيقها سهل المنال. هذه رسالة من الأخصائي الاجتماعي والمبرمج اللغوي عبد الله العيسى. حياك الله أستاذ عبد الله العيسى، وأشكرك على هذا الكلام الرائع. هو فعلا نحتاج أن نغير فكر وثقافة المجتمع من فكر يسقط الآخر إلى فكر يدعم النجاحات الفردية والجماعية. أنا أتمنى يعني حاجتين تتوفر في مجتمعنا وإن شاء الله حتتوفر. الأول أننا بدال ما نبحث عن نقاط الخطأ نبحث عن نقاط القوة. نعم. في الآخرين وندعمهم فيها. الموضوع الإيجابية الثاني في التعامل الإيجابية. يعني. نعم. نحاول نشجع الآخرين على أن ينجحون. نعم. الحاجة الثانية أننا نتعاون، نحاول ننتقل من المشاريع الفردية للمشاريع الجماعية لأنها أقوى أطول وأكثر تأثيرا وعمقا. نعم. يعني حتى بتكون يمكن بتعرفه أو أفاق أوسع في الجماعة، يعني حتى حيتعلم من أسلوبهم ربما. نعم. ممتاز. طيب يعني آخر كلمة ممكن نقولها للمستمعين في موضوع الدعم، أنه بحيث أنه نكون وصلنا الفكرة لو مبسطة واضحة في نفس الوقت. طيب الدعم هو كالمرأة، إذا كانت المرأة متسخة. نعم. أو مهشمة فلن تعطيني صورة واضحة عن نفسي. نعم. أحتاج أني أسقلها، أحتاج أني أنظفها، كل ما نظفتها وكل ما كانت واضحة أكثر كل ما أعطتني صورة انعكاسية جميلة عن نفسي. نعم. ولذلك ابحث عن المرأة الصادقة. نعم. المرأة الحقيقية وأعطيها علشان تعطيك، إذا أهملت مرآتك ستتسخ. صحيح. وبالتالي لن تعطيك الصورة الجميلة التي تتمناها. أعطي الآخرين وتوقع بعد ذلك أن يعطوك الآخرين بإذن الله. يعني مستمعينا احنا المفروض انه نلاقي الدعم حتى من اشخاص ممكن يكون ما نعرفهم بطريقه ما، ممكن موقف قدامنا يحصل يدعمنا. صحيح. صحيح دكتور. نعم. نشكر طبعا الدكتور عبد الله اليحيى المستشار الاسري والمتخصص في تطوير الذات على وجوده معنا اليوم في استوديو الف الف اف ام. اهلا وسهلا والشكر لكم ايضا. يعطيك ألف عافية. وصلنا لنهاية الحلقة، نلقاكم بكرة إن شاء الله في طبابة ألف من الساعة 11 لوحدة بإذن الله، والجزء الثاني هو اللي حيكون متخصص بالنفسية والأول الطبية أو الصحية. يعطيكم العافية، نلقاكم بكرة على خير. كنت معكم نهى سعدي. أول المشوار اسمعنا على ألف ألف FM.